ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط أغنية السلام. من خلال ارتفاعات متفاوتة وأشكال غير متناسقة، يظهر مبنى بنك نورد إلبي في مدينة هانوفر الألمانية كأنه مبنى صمم ليكون متفككا ومعادا بناؤه بشكل عشوائي لا يشبه أي شكل هندسي في فن العمارة. يعتبر المبنى الذي قام بتصميمه جون تيربينش من بين أكثر الإنجازات المبتكرة والغريبة التي قام بها. تحدث النقاد عن التحول في فلسفة بينش إلى التفكيكية في ضوء العناصر المتناقضة غير المتناسقة في بنية هذا المبنى المثير للدهشة، لكسره كل القوانين والفلسفات الكلاسيكية في العمارة الألمانية. مدينة هانوفر استضافت الإكسبو وهو المعرض العالمي في سنة 2000، والبنك أو ما يسمى بنك شمال ألمانيا واللي هو هذا البنك فكر كمان بإهداء شيء جميل للمدينة، وقدم هذا البنك اللي هو يعتبر يعني بناء بطريقة مختلفة عما حوله من المباني الموجودة في المدينة. مباني الأخرى أغلبها مباني تقليدية، كما تعلمون مدينة هانوفر دمر أغلبها بعد الحرب العالمية الثانية وأعيد بنائها، لكن حافظوا على الطراز السابق. أما هذا المبنى فهو مختلف، نوع ما يسمى الفوتوغستيك ولا فوتوغستيك، يعني المبنى المستقبلي. وكأن البنك حاول يأكد أو يركز على نظرة واحدة، وهي أن البنوك سمعتها ليست على كما يجب، فحاولوا من خلال هذا الطراز أن يكون زجاجي وأن يكون شفاف وأن يطلع على ما بداخله كل إنسان يمر في الشارع أو يشوفه. فلذلك باعتباره مبنى مختلف عن ما حوله من المباني في المدينة يشد انتباه ويجذب الناس لزيارته والاطلاع عليه. تم الانتهاء من تشييد المبنى في عام 2002 في شارع فريدريش سول في هانوفر، وهو شارع يربط وسط المدينة بالأحياء السكنية في الجنوب. تبلغ مساحة المبنى 40,000 متر مربع، ويوفر مساحة مكتبية لموظفيه البالغ عددهم حوالي 1500 موظف. يبدو المبنى كمنصة عادية يرتفع منها برج مكون من 18 طابقا بارتفاع 80 مترا من منتصف تطوير الكتلة الأساسية للمبنى. اللافت أنه بينما تميزت مشاريع بينش السابقة بأشكال مألوفة وغير مرنة وأسلوب عضوي إلى حد ما، فإن هذا المبنى لا يحتوي على محاور مرجعية في العمارة أو أشكال هندسية منتظمة. عندما بدأ المهندس المعماري في تصميم المبنى واجهته عدة عقبات، لعل العقبة الأولى تمثلت في ارتفاع المباني في مدينة هانوفر، فمتوسط ارتفاع المباني تقريبا في مدينة هانوفر من 4 إلى 6 طوابق، وإدخال مبنى عالي ضمن النسيج الحضري لمدينة هانوفر بشكل غير مدروس سيعكر صفو
النسيج والتناغم في المدينة. العقبة الثانية التي واجهت المهندس المعماري هي منطقة المشروع، فمنطقة المشروع يقع في منطقة حيوية غنية بالاستخدامات كالسكني والتجاري والترفيهي والثقافي، وإدخال مبنى ضخم وحادي الاستخدام ضمن هذا النسيج سيعكر انسيابية الحركة في هذا المكان. لذلك قام المهندس المعماري بفصل المبنى إلى جزئين مختلفين، جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الخارجي جاء على شكل مربع سكني كامل أو مربع حضري كامل يتوافق مع النسيج الحضري للمدينة، وكان متعدد الاستخدام في الطوابق الأرضية، صمم بداخله المطاعم والمقاهي والمتاجر. أما الجزء الداخلي للمشروع فكان على شكل برج متفرد التصميم بعيداً عن ضوضاء المدينة الخارجية. يقول المفكر تشارلز جينكز في كتابه الحداثية الجديدة إن التفكيكية هي عمارة التكسير واللا تماثل واللا اتساق، وهي عمارة مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة. وتستخدم هذه العمارة مفردات العمارة الكلاسيكية بصورة معكوسة أو مشوهة. إن عدد وتنوع أحجام الزوايا الخارجية في المبنى مع الأشكال الهندسية المتقطعة خلقا بناءً ما بعد حداثوي، ووفرا عناصر ديناميكية للتصميم أعطته طابعاً مختلفاً تماماً عن أفق المدينة الموحد. يشبه المبنى من الخارج المباني التقليدية في المدينة، بينما يقع في وسطه المبنى الأساسي محمياً من ضجيج الشوارع المزدحمة، وهو فناء عام كبير لا تهيمن عليه العمليات اليومية للبنك فقط. تنشط فيه المتاجر والمطاعم والمقاهي والمسطحات المائية العاكسة والمناظر الطبيعية الواسعة والفنون العامة. تنادي المدرسة التفكيكية في الهندسة المعمارية بالابتعاد عن كل ما هو مألوف والابتعاد عن الوحدة والانسجام في التشكيل المعماري، وهذا تماماً ما ينطبق على الجزء الداخلي أو البرج الداخلي للمشروع. أما الجزء الخارجي من المشروع أو المبنى الخارجي فجاء على شكل هادئ انسيابي بعيد عن هذه المبادئ. يغطي الغلاف الخفيف من الكابلات الفولاذية والزجاج الأجزاء البارزة من المبنى، هيكل مرن من النوع المستخدم عادة في الأسقف المعلقة القادر على مقاومة إجهاد الشد. لعل أبرز ما يميز هذا المشروع هو اعتماده على مفاهيم العمارة المستدامة، والذي جاء متمثلاً في الفناء الداخلي والذي يحوي مساحات مائية بمساحة 3000 متر مربع، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء الموجودة داخله، والذي عمل بشكل
مناخ محلي أو منظم حراري لكافة أجزاء المشروع. النقطة الثانية، تم استخدام النظام الواجهات الزجاجية المضاعفة والتي تملك العديد من المزايا. الميزة الأولى منها هو العزل الصوتي، فالمشروع متواجد على شارع حيوي يضمن مدينة هانوفر، لذلك العزل الصوتي له أهمية خاصة عند الحديث عن المكاتب. أما الميزة الثانية فهي توجيه الرياح وتنظيم وتوجيه الرياح من الفناء الداخلي إلى الفراغات الداخلية للمكاتب. شكل المبنى بتصميمه الفريد وفنائه المميز والاستخدامات المتعددة في الطوابق الأرضية من مطاعم ومقاهي ومتاجر نقطة علام داخل المدينة، وجعله مقصد للزوار من كافة الأطياف، والذي حول الصورة النمطية للبنك ذو الواجهات الحجرية إلى وتم استبدالها في هذه الحالة بواجهات زجاجية أعطت ديناميكية وشفافية لهذا المبنى، والذي كان برأيي الشخصي تحول ناجح جدا نجح به المهندس المعماري في هذا المشروع. يبدو مبنى نورد إل بي غير المتماثل شديد التعبيرية كنقيض عن رتابة مدينة هانوفر، حيث يختلف عن التطويرات السكنية في الجنوب أو المباني الشاهقة شمال فريدريشسول. يتميز الفناء الداخلي بزجاج مائل كبير ومعماري، أي بمنظر طبيعي تقني صناعي، مع ثلاث بحيرات متجاورة الأرضية مغطاة بالحجارة الطبيعية المصنوعة من الحجر الجيري. تم التخطيط للمبنى كمبنى صديق للبيئة، فقد حاول المخططون اتخاذ تدابير لتوفير الطاقة لا تتطلب الكثير من الصيانة ويمكن دمجها بسهولة مع العمارة. تزيد المساحات الكبيرة من المياه في الفناء من انعكاس ضوء النهار وتساهم في مناخ لطيف. لا تخفف حدائق الأسطح النباتية من حدة مظهر المبنى فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين المناخ العام للعاملين فيه، في حين تتجمع مياه الأمطار للري والاستخدام داخل المبنى. تمت زراعة كافة الأسقف في المشروع والتي تبلغ بمساحة حوالي 5000 متر مربع على نظام الأسقف الخضراء، والتي تملك العديد من المزايا، لعل أبرزها هي جمع مياه الأمطار وإعادة استخدامها في الأجزاء الأخرى من المبنى. أما النقطة الثانية فإن استخدام عناصر النباتات والأسقف المزروعة سمح بتوفير بيئة داخلية لطيفة محببة، خصوصا عند الحديث عن بيئة المكاتب الإدارية. تم تجهيز المكاتب بشكل مقصود دون تكييف ليتم تهوية جزء كبير من المبنى بشكل طبيعي. يتميز التصميم الداخلي بقرارات التصميم المتعلقة بمفهوم الطاقة التدريجية. الهيكل العلوي مكشوف والنوافذ توفر التهوية. توفر مناطق الواجهة المزدوجة الحماية من الضوضاء وانبعاثات المركبات، بينما تعمل أيضاً كقناة تنقل الهواء النظيف من الفناء المركزي إلى المكاتب الفردية. Also das kann ich gar nicht so beantworten. Ich kann es nur vermuten, ne? So, warum das ist. Zum einen ist es hier, wir sind ja hier mitten in Hannover, mitten in der City. Das ist, wenn man so will, einer der zentralsten Plätze. Und da ist es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig oder wurde vielleicht sogar schon vom Wettbewerb her gefordert, dass der Blockrand geschlossen ist.
und man hat praktisch hier den dekonstruktiven Bau in die Mitte gesetzt. Und der ganze Rand ist ja sehr streng und sehr schlicht und sehr, das ist ja so ein Gebäude, wenn man sich hier umguckt, wie viele solcher Gebäude gebaut sind. Sonst würde sich ja auch, wenn man die Straße da hinten runterkommt, vom Rathaus hier runterkommt, würde die sich ja öffnen an der Stelle, an der Ecke. Das war sogar früher mal so, das ist aber vielleicht nicht gewollt gewesen. Das kann ich jetzt nur vermuten, weiß ich nicht genau. يتكون الجزء العلوي من البرج من هيكل من الصلب والزجاج يبلغ ارتفاعه 20 متراً مما يزيد بصرياً من ارتفاع المبنى. تم تصميم المبنى بحيث يكون له تأثير كبير على المدى البعيد للنظر إليه، فهو بالكاد يمكن ملاحظته من مسافة قريبة، ولكن مع زيادة المسافة يبدو البناء أكثر هيمنة. باستثناء الطوابق الثلاثة العليا لا يوجد سقفان متطابقان في المبنى، فالأرضيات ليست ملتوية جزئيا ضد بعضها البعض فقط، بل تتراجع أيضا عن بعضها البعض. تم تثبيت هيكل المبنى بواسطة الأجزاء المجاورة للمبنى ومحطة إطفاء واحدة متصلة بالخلف، ومع ذلك يتم حمل غالبية الحمل بواسطة عمودين مركبين من الصلب، لذلك يبلغ سمكها متراً واحداً. وحتى لا تقصر الدعامات في درجات الحرارة المنخفضة يجب تسخينها في الشتاء. قبل بدء البناء استخدم المخططون عمليات المحاكاة لاستكشاف كيفية تأثير أحمال الرياح على هيكل المبنى. كانوا يعتقدون أن الاهتزازات يمكن أن تكون مؤثرة أثناء الإعصار أو العواصف القوية، لذلك تم حجز غرفة صغيرة في الطابق العاشر، حيث تم تركيب بندول من 300 طن كممتص للاهتزازات. ونظراً لتعرض المبنى لأشعة الشمس القوية، فقد تم تصميم الجدران الخارجية كواجهات مزدوجة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدابير أخرى للوقاية من الشمس. Naja, das typische, was ich, wie ich so finde, ist, da gibt's mehrere Beispiele auch in der Welt. Es gibt Architekten, die haben eine Idee. Das sage ich jetzt mal nicht, eine gute oder schlechte Idee. Damit gewinnen sie einen Wettbewerb und dann kommt irgendjemand und der muss es realisieren. Und die Herausforderung ist, von der Idee zum Gebäude zu kommen. Weil manche Gebäude, so wie dieses hier, sind, würde ich mal sagen, schon für einen Statiker, also für den, der die Konstruktion macht, für den Bauingenieur eine hohe Herausforderung. Ich weiß so ein paar Beispiele von Zaha Hadid, von anderen Architekten, wo ich mal sagen, die sich wenig Gedanken um die Frage gemacht haben, wie baue ich das eigentlich? So nach dem Motto, ich habe eine gute Idee, dann sieht mal zu, wie er das gebaut kriegt. Also die Herausforderung ist dann für den, der aus der Idee eine konkrete Umsetzung macht. Also das ist da auch nicht ganz einfach, weil es ja auch da auch nicht nur um Statik geht, es geht ja auch um Wärmeschutz zum Beispiel. Es geht auch um bei dem Gebäude mit dieser verdrehten Fassade geht es ja auch zum Beispiel um Wind. Ich meine, da ist drin auch so wie bei so Erdbebengebäuden in Südostasien, ist da so ein Gegengewicht drin, dass das bei Wind das nochmal halten soll. Da haben sich schon viele Leute gute Gedanken gemacht, was der Architekt, glaube ich, nicht gemacht hat. Ich will Herrn Benisch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, er hat es nicht gemacht. لا يشير الشكل التعبيري لهذا المبنى إلى أنماط المناطق المحيطة المباشرة ولا إلى الشبكة المتعامدة لمدينة ما بعد الحرب،
بدلا من ذلك هو رد على الهندسة التاريخية لوسط المدينة في الشمال. ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط ونيران.